متهم في واحد القضيه ديال الاغتصاب، واحد السيده اللي كتقول انك انت بمعيه سته اخرين يعني تهجمتوا عليها واغتصبتوها وقالت واحد المجموعه ديال الكلام، انت باش كترد؟ السلام عليكم. بعدا كنشكركم على الحضور ديالكم في هذا الدار عندي باش تعطوني حق الرد، ومرحبا بكم عندي في الدار وشكرا على المجيء ديالكم. في البدايه اول حاجه نقول لكم اخويا نشكر الدرك الملكي ديال مشروع الفتح واحد، الدرك الملكي اللي جاو من الرباط باش ياخذوا لاديان وداك الشيء، وكنشكر الدرك الملكي ديال المركز الترابي شارع الجيش الملكي على المجهودات الجباره اللي قاموا بها في التحقيق في اطار التحقيق والاستماع الي واستدعاء الشهود والديبلاسمات للديبلاسا والكازا ديبلاسما والبني خلاف ديبلاسما هنا البني خلاف هنا المشروع مشاو ولاد مؤمن. شنو نقول لك هاد السيده؟ الرد اللي نقول لها حسبي الله ونعم الوكيل، ورا القضاء بيناتنا، قضاء بيناتنا. وكنشكر كذلك السيد وكيل الملك وسيد قاضي التحقيق اللي داروا واحد المجهود ديال المحد ديالو في اطار المراجع المرجع المساطر المرجعيه اللي كيف معايا كيف معايا ورقه بورقه السيد قاضي التحقيق، وعطاني صراحه مؤقت باش نبحث على البراءه ديالي. ومرحبا خويا، شي سؤال؟ انا هاد السيده يعني اتهمتك في تقديرك، يعني السيده كتقول انك تغتصبتيها وكذا الى اخره، واش غا زعما غتباطل هكذا؟ احكي لنا اش وقع بالضبط. لا لا خويا ما كايناش هاد الهضره. كنا معروضين عند واحد السيد، وكان هاد السيد عنده خلاف معاه، مشيت انا وجوج نساباتي والمدام، فاش وصلنا لعند السيد لقينا نسيبتي كتعرفها، سلمت عليها قالت لها واش كتجيين عند فلان؟ قالت لها اه. قالت لها دخلوا لي بالصلح، هي طلبت الصلح. المدام قالت لي بسم الله اجي، هي تعيط علي المدام قالت لي شوف هذا الصلح بيناتهم، هضر مع الحاج تصالحنا هذيك الساعه، وطلعاش معنا وتغداش معنا وضحكش معنا في اطار الاخوه، وطلبتني على طلبتني باش ندير مع باش يديروا معنا تنازلات في هذاك النهار. والغد الغد فاش جيت بحال هادشي الغد كنتفاجئ، انا ناعس كنتفاجئ امه وباه جاو عندي هنا وجابوا معاهم الحلوى بتيفان. المدام مشات مع امها البني خلف، وانا مشيت مع باها في الموطور ديالو حتى قدام الدرك الملكي، كاين واحد كاتب عمومي هذا عنده كاميرا متشقه بان باها اللي وصلني بالموطور. هاد السيده كداعي واحد واش ما فهمتش، واش هاد السيده كداعي بان تختطفت بنهار قدام المجتمع المدني وقدام المواطنين وقدام ما فهمتش ما فهمتش، واش هادي غابه؟ راه قريبه المركز الدوره الدرك الملكي راه قريبه لي، واش هاد السيده ما طلبت حتى شي اغاثه؟ ما طلبت حتى شي اغاثه وكتقول لك فلان عرفتو بصوتو؟ اخويا واش غتعرف بصوتو؟ انا كنزيد ناكد لكم نسجلوا لي الصوت ديالي وديو ليه، لا تعرفت عليه ناخذ الاعدام، الا تعرفت على الصوت ديالي ناخذ الاعدام. هاد السيده راه باطل، تهمه باطله و تهمه خطيره، ان باش وحطاتني في واحد الموقف اللي ما عمرني كنت منتظر منه، اللي ضريت منه انا نفسانيا والعائله ديالي ومسابي حتى هما كذلك، كلنا ضرينا كلنا معنويا نفسانيا ضرينا، فهمتي اخويا؟ هادشي اللي كاين هادشي اللي غنقول لك. انت باش كطالب دابا انت يعني ملي تكلمتي يعني صيفطتي رسائل انك انت مظلوم، باش كطالب دابا؟ الحمد لله القضاء القضاء غادي في المسطره ديالو، السيد قاضي التحقيق خرجني صراحة موقت، انا بيناتنا القضاء ان شاء الله من عندنا ناخذ البراءه ديالي، والبراءه الحمد لله راه بداش كتبان، البراءه ديالي بداش كتبان، لان ما بغيتش نقول لكم شي حوايج، خلي القضاء هو ياخذ المسطره وداكشي ديالو، لان قلت لكم انا بحال غنكذب عليكم ولا نقول لكم، خلي القضاء وراها كل المستجدات راه غادي نتصل بكم ونقول لكم ها وقع 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 السيد قاضي التحقيق. والسيدة هادي راه ما فهمتش فيها، انا ما فهمتش فيها، خيري رجعتو لي بو مزون، الخير ديالي رجعتو لي بو مزون. شنو هو هذا الخير؟ شنو حنا الخير هو انني درت مع تنازلات مع هاد الناس، هاد الناس درت مع تنازلات، فهمتي الاخ؟ درت لها تنازلات
هي مداهيه مع شي 11 امراه ودرت لها انا تنازلات مع هاد الناس هادو. وهي كتقول لك ما درتهمش الا بواحد لا درتهم الغد ملي جات المحكمه الغد ملي رجعت المسطره للطريق الملكي الغد درت تنازلات وبالطلب ديالها وممكن تهبطوا للكاميرا ديال القهوه باللايف ديالكم وتشوفوا واش بوها جاب الحلوه ميكا ديال الحلوه وجاب في موطورو هنا وممكن تسولوا واحد الجاره هنا راه حط عند الموطور. يعني اخويا انا هي كتقول لك وعندي انا دلائل. انا مشيت اول حاجه في مع تسعود خت كارو من القهوه هبطت المحكمه من المحكمه مشيت شربت قهوه في بالوما كاين شهود مشيت من بالوما مشيت الملكيه البحريه كلها كاميرات اجدي باش ما باش يقولوا ما اجدي مشيت للمدينه عند السيده عندها هي دابا هضرت معها دابا قالت لي نعطيك السيري ديال الكاميرا. هذا النهار اللي وقعت فيه هذا النهار هذا اللي وقعت فيه الكارثه. واخا عاود لي اسمح لي واخا نقطعك وغتعاود عاود معايا بالضبط النهار اللي كانت فيه الكارثه شنو المسار اللي كان ديالك ذاك النهار؟ ديالي انا عاود لك من 9 الصباح فقت من هنا هبطت القهوه في الرشيديه خدت 4 غولواز وممكن ديبلاصا واحد من القهوه هبطت شديت طاكسي من حدا سميتو من حدا واحد القهوه شي 200 متر خدت باكيت الكارو هبطت المحكمه تلاقيت مع ثلاثه الناس مستعدين يشاهدوا مشيت لحدا الباب المحكمه باب ايقاف ديال المحكمه لقيت واحد المراه ولدها صاحبي مشدود على السكر بقينا كنهضروا مده شي ساعه شي نص ساعه في حكوار ولا ساعه الله رب عيط عليا الصديق ديالي هزني بالطوموبيل مشينا سيدي للبالون شربنا قهوه غاديين اصلا للمدينه في كومانا شربنا قهوه في بالوما رسي جوشه ملي مشينا من تما مشينا للمدينه مشينا للمدينه الملكيه البحريه من الملكيه البحريه دخلت للمدينه هاد كاين الشهود من الملكيه البحريه جيت لجماعه بني خلف ممكن غدا ان شاء الله ديبلاصا وسيروا عند الدريات اللي كيغيليزاسيون ورئيس الحاله المدنيه سولوه عطاهم التاريخ وغايقول لك واش كان ولا ما كانش جيت عند كاتب عمومي الله يجازيه في خير راه جا شهد ادى الشهاده ديالو عند الطرق الملكي من تما مشينا عند واحد الاسره في ولاد مومن من ولاد مومن جيت للدار هنا دخلت شربت قهوه في هاد القهوه كاينه الكاميرا ما تقع هادشي من هنا اسمحوا لي على الكلمه مشيت لابيلفي انا هادشي اللي قلت للقضاء الدرك الملكي راه نعاودوا ليكم مشيت شربت قهوه شربت جبت قرعه ديال الروج من لابيلفي جيت طلعت للدار هنا التحتانيه شربت فيها شويه قالت لي نسيتي والحاج اجي راه غنمشيو نجيبو المدام ديالك لان بيتك فيها عاد نسيتي بقينا حتى لتسعود هادشي اللي كاين بالشهود وهادشي موثق بالكاميرات ماشي شي موثق بالكاميرات وبالشهود واخ في التقدير ديالك علاش هاد السيده يعني ما تهماتكش بوحدك تهماتك انت وست الناس اخرين كتقول لي سبعه الناس تحموا عليها سبعه الناس خويا نهضروا واقعيين واش الطوموبيل عاد سبعه الناس واش غاتهمني انا باقي ما يحز في ذهني هو ان علاش حاليا باقا كتهمني ياك حنا مشينا للقضاء القضاء خذ واحد الكلمه بسيطه في حقي خلي القضاء انت قلتي سبعة ودايرين 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 لا فين هما السبعة شكون هما هاد السبعة انا بغيت نعرف هاد السبعة شكون هما هاد السبعة بغيت نعرفهم شكون هما اللي غادي يحتاطوا هي من الشارع العام واش شو الشارع اللي تختطفت من دوية لا يعقل انا كنقول لها كلمة واحدة حسبي الله ونعم الوكيل وربيناتنا القاضي واخا السيدة قالت بزاف لايفات انها ملي تقدمت هي ما تقدماتش معاك كيفاش كتفسر هاد القضيه علاش ما عيطتوش لها هي تحضرتها هي في التقديم واش انا قضاء غادي واش انا القضاء استدعاها اسول على السيد وكيل الملك سول على سيد قاضي التحقيق واش انا ممكن انا استدعى انا عندي شي سلطه ما عندي السلطه باش نستدعها هي اللي خصها تحضر هي المعنيه وكتقول انا ضحيه وهنا هي خصها تجي للمركز الترابي ويعطوها يقولوا لها امتى تجي وتقدم معايا عند السيد وكيل الملك ودير المواجهة معايا. يعني متواصله بشي اي حاجه تستدعى لا 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 هي تما فين كان الشكوك لا لا خويا لا لا ديبلاصا وعدا شي 4 المرات اخي شي 4 المرات ديبلاصا وعدا المولى عبد الله وهادشي راه متقينو الدرك الملكي متقينو هادشي لان المحاضر المرجع المحاضر راه فيهم امتى ديبلاصا وعندها وامتى مشاو عندها ومعاش مشاو عندها ومعاش راقبوا الحاله ديالها ومعاش ومعاش هادشي راه صحاب الاختصاص كاينين صحاب الاختصاص كاينين الله يجازيهم بخير راه مشاو دي طاي راه مكنتش راه كان مع ثلاثة الصباح كيضوضوا كيقول لي فكتي مع الساعة 3 راه ماشي جون ضارب واحد اللي دار معايا البحث راه فكت ساعات الناس
اللي داروا معايا البحث فوق 9 الدرك الملك اللي داروا معايا البحث. راه الناس الدرك الملك راه جاوا مربع الدولاطيين عاد المشروع فاش واحد داروا محضر ايقاف واستماع. انا دار 4 ايام وباطل وما كنداويش خليت القضاء ما خرجش قلت ولا شي حاجه ولا خليت القضاء. المشكل وصل القضاء احنا في القضاء. انا عندي شهود شي كتقولي وانا كنقول شي حقي شي باطل. انا راه عندي شهود ديالي من 9 الصباح ل 9 الليل بالكاميرات. انت كتقولي انا عرفتيني من صوتي وعرفتيني بشي حاجه اخرى. انا القضاء راه كاين هذا هو اللي كاين القضاء راه سبحان الله راه في نظرك علاش اتهماتك وعلاش وصلت لهذا المستوى؟ ما فهمتش اخي والله. ما ونزيد لك واحد الكلمه انا راه ما عندي معاه حتى عداوه ما عندي معاه حتى مشكل ما عندي معاه حتى شي حاجه. شفتها مره واحده ودرت معاه بليزير ودرت معاه فيها خير ودرتو لي بوم زوينه تخلصت. انا تخلصت كما قال لي استاذ قال لي ولي دافع راسك. انا كنفاعل معاه انا راه عضو اللجنه المركزيه وعضو مكتب الوطن. واش انت كتخرج تقولي للناس راه ماشي؟ انا كنعترف انا خرجت من الاحزاب كدوزت واحد شدات خرجت من الاحزاب طيشو ما عندي علاقه مع حد سيرين. واحد دخل سياسه مارس فيها واحد 18 عام ولا 20 عام خرج منها سالات كره دابا فاعل جمعاوي في المحمديه. يلا بديش كنرجع للمجتمع المدني يلا عام دابا باش رجعت للمجتمع المدني. وممكن تسول بعض الجمعي بعض الفاعلين الجمعويين في المحمديه راه كيجيو كيستاشروا مع عبد ربي كيف يشتغلوا كيفاش الرحله كيفاش المخيمات كيفاش التقطيع كيفاش بزاف د الحوايج كيفاش يدفعوا المؤطر واللي مؤطر الدوره التكوينيه. واخا تسمح لي نسولك مرحبا واش التقرير الطبي خرج فيه بان السيده مغتصبه وانت ماشي متهم ياك ولا ان السيده ما مغتصباش كاع اي هو مجرد افتراء؟ خليه بدون شعر. واخا شكرا خليه بدون شعر. طيب السؤال الاخير ودابا بزاف الناس ملي تفرجوا مع هذه السيده يعني تعاطفوا معها كيقولوا راه انها على حق داو هذه الى اخره كذلك. دابا انت ملي يعني ملي خرجتي معنا وضحتي واحد مجموعه الامور شنا هي رسالتك الاخيره للمغاربه اللي من خلالها توجه لهم كتبرأ راسك يعني شنو الرساله اللي بغيتي توجهها للمغاربه؟ انا هما المغاربه غيتفرجوا فيك واحد عدد كبير واحد مئات الالاف غيتفرجوا فيك اش بغيتي تقول لهم؟ انا اش نقول لك؟ انا كنشكرهم لان المراه هي الاولى من حق الشعب المغربي يتضامن مع المراه لان المراه كتكون ضعيفه. ومن كيسمعوا الشعب المغربي كيسمع ان تكوين عصابه اجراميه والاختطاف والاغتصاب والاحتجاز وهادشي راه عايش عاطف. ولكن كنطلب من الشعب المغربي ما يبقاش يتسرع ويتسنى للقضاء. القضاء راه نزيه في هذه البلاد راه ما يمكنش. راه دابا راه رئيس مجلس الاعلى للقضاء راه هو جلاله الملك يعني حتى واحد في عهد ديال الصمته وعهد ديال هذاك الشيء راه فات. حنا راه في القرن 21 اللي الشعب راه ولا كيهضر على حقه الدستور كيخليه يتكلم يهضر. كنطلب منه ما بقاوش تسرعوا لان شحال من التعطير ديال باش تاثروا على بعض القضايا ما خصكم تسرعوا ما تسرعوش ماشي عليا انا على اي واحد. خلوا القضاء يقول الكلمه ديالو نتصنتوا الصحافه طبيعه الحال نتصنتوا وناخذوا من هنا ونتسناو العائلات ديال الاخرين يردوا ونتسناو المتهم اشنو غادي يقول واش قضاء غادي ينصفو او قضاء غادي يحكم عليه. هذا هو الطلب ديالي وانا راه مع المغاربه انا والشعب وكنشكر الشعب المغربي وكنشكر جلاله الملك كنشكر الدرك الملكي بشتى الانواع ديالو المدير ديال الامن الوطني الصحافه اللي تعاطفوا معاها وعطوني حق الربط انا كنشكركم لانكم نتوما ساهمتوا في هذه القضيه ساهمتوا فيها واحد 70% تنوير الراي العام. علاش كنقول لك انا كنشكركم راكم نتوما راك نورتوا القضيه الوطنيه. راه هاد القضية ماشي محلية ولا هادي راه ولات قضية وطنية. علاش قلت نقول لكم كنشكركم لأنكم وصلتوا واحد الرسالة وانتم الحمد لله انتم جيتوا عندي عندي حق الرد ما صغرناش عليكم والو ياك ولكن انتم عارفين حق الرد جيتوا عندي مرت. أنا قلت لكم مرحبا بكم وألف مرحبا وماشي اليوم ماشي اليوم في أي وقت ما يجري داخل الكواليس ديال المحكمة غادي نصرح لكم باللي كاين. شكرا تبارك الله مرحبا خويا.
اسمح لي عافاك نسولك اخر سؤال، واش انت الوحيد اللي تقدمتي في هذه القضيه ولا كاين متهم اخر؟ لا انا الوحيد. اذا فين السته اخرين اللي ما كاينش؟ ما كاينش السته اخرين، ما كاينينش. شكون صاحبي السته اخرين؟ السته اخرين ما كاينينش، ما كاينش السته اخرين، ما كاينينش. انا اللي تقدمت وانا اللي مشيت لكم للبريغا جاو الدار راك الملك الدار، انا سولوا عليا عيطوا لي في التليفون العائله ديالي قالوا لي راه الدار راك الملك يجيو عندك تمشيش عندهم. سولتهم شنو واقع قال لي ريح صافي شي اللي كاين اخو. اخر مستجدات ديال القضيه هذه الان؟ المستجدات اللي كاينه عند القضاء، عند سيد قاضي التحقيق، وسيد قاضي التحقيق راه كف، وانا الثقة عندي كاملة في السيد قاضي التحقيق. إلا كان الدين ديال الدم ساهل العقوبة، ما ديرش الدم البراءة ديالي. شكرا الله يطول عمرك. شكرا.